عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف السادس، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على مراجعة وحل تدريبات عامة على الوحدة الثانية، الجانب النظري. الدرس الأول: الرسم باستخدام القلم. الدرس الثاني: تصميم وبرمجة لعبة. الدرس الثالث: العمليات الحسابية. القيمة الشهرية: التميز. القيمة الأسبوعية: العطف على الصغير. المعارف والمفاهيم النظرية للوحدة الثانية: الرسم باستخدام القلم، الدرس الأول. تصميم وبرمجة لعبة، الدرس الثاني. العمليات الحسابية، الدرس الرابع. لنبدأ من خلال حل الأسئلة الآتية: تتبع المخطط الانسيابي الآتي ثم اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي: ما الشكل الناتج إذا تم الضغط على مفتاح المسافة؟ شكل مربع برسم خط قلم أحمر اللون، شكل مربع برسم خط قلم أزرق اللون، شكل مثلث. هيا بنا نتتبع المخطط الانسيابي لنرى. أولاً علينا الضغط على زر المسافة Key Space Press، ثم Pin Down أي بدء الرسم والتحرك 200 خطوة، ثم التحول 120 درجة. إذن 120 درجة فهذا ليس مربع. إذا أردنا رسم مربع فإننا نتحول 90 درجة لأن المربع زواياه قائمة، ثم التحرك 200 خطوة، ثم الالتفاف 120 درجة والتحرك 200 خطوة والالتفاف إلى 120 درجة، ثم التوقف على الرسم. رسمنا ثلاث خطوط وزاوية 120 درجة لهذا فهو شكل مثلث. هي الخطوة الأولى من خطوات إنشاء برنامج. لدينا أربع خطوات من خطوات إنشاء برنامج. الخطوة الأولى هي تحليل المشكلة. عند رسم المخطط الانسيابي، أي شكل من هذه الأشكال يعبر عن بداية أو نهاية البرنامج؟ نعم، الشكل الأول. أحد هذه اللبنات تستخدم في سكراتش للقيام بعملية الطرح كأحد العمليات الحسابية. اثنان، واحد هي عملية الضرب، وثلاثة هي عملية الجمع. نقط: رمز يعبر عن عملية حسابية معينة مثل إشارة بلس لعملية الجمع. العملية الحسابية، المعامل، المقطع البرمجي. نعم، المعامل. فلدينا أربعة معاملات وهما الجمع والطرح والضرب والقسمة. الخامس: صل بين المعاملات التالية والعملية الحسابية التي يعبر عنها. أولاً إشارة بلس، إذن عملية الجمع. إشارة ماينس، عملية الطرح. إشارة ستار، عملية الضرب.
إشارة سلاش عملية القسمة. السؤال السادس، رتب خطوات إنشاء برنامج بكتابة الرقم المناسب. إذا أردنا كتابة برنامج، علينا أولاً تحليل وفهم المشكلة، ثم علينا كتابة خطوات الحل، خطوات مرتبة، وهذا يسمى إنشاء الخوارزمية. ثالثا، علينا تحويل خطوات الخوارزمية إلى رسم، وهذا يسمى رسم المخطط الانسيابي. وأخيرا، علينا كتابة الكود البرمجي من خلال سكراتش. السؤال السابع، عدد خطوات إنشاء برنامج. أولاً، تحليل المشكلة. ثانياً، إنشاء الخوارزمية. ثالثاً، رسم المخطط الانسيابي. رابعاً، كتابة الكود البرمجي. السؤال الثامن، أوجد الخطأ في المخطط الانسيابي الذي يهدف إلى رسم خط. أولاً، Start، ثم Bin Up، Move 120 steps end. ما هو الخطأ إذن؟ نعم، إذا أردنا الرسم علينا إضافة bin down وليس bin up. هذا هو المخطط الانسيابي الصحيح لرسم الخط. قم برسم المخطط الانسيابي للمقطع البرمجي والذي يهدف إلى رسم الخط المتقطع الموضح في الصورة أدناه. أولاً، علينا وضع التنفيذ when clicked، ثم clear لإزالة أي رسومات موجودة على المنصة، ثم نضع لبنة repeat until أو تكرار حتى touching edge أي يلمس الكائن حافة المنصة. إذن سنكرر رسم الخطوط إلى أن يصل الكائن إلى حافة المنصة، وهذا هو هدف لبنة repeat until أي تكرار حتى ماذا؟ حتى touching edge أي الكائن يلمس حافة المنصة. ماذا يتم التكرار أو ماذا نكرر؟ أولاً bend down أي الرسم، ثم نتحرك 20 خطوة، ثم نتوقف عن الرسم bend up، ثم نتحرك 20 خطوة أخرى، وبهذا يتم رسم الخط المتقطع كما هو ظاهر إلى أن يصل الكائن إلى حافة المنصة. هذا هو المخطط الانسيابي. Start، ثم اجعل المنصة فارغة. Clear the stage، واستخدمنا لها لبنة Clear. ثم Is the sprite touching the edge؟ هل الكائن لمس الحافة؟ إذا كان الكائن لمس الحافة فهذه هي النهاية وننتقل إلى End. أما إذا كان الكائن لا يلمس فإن مجموعة اللبنات الموجودة بداخل repeat until سوف تتكرر مرة أخرى. جعل القلم أسفل bend down للرسم ويتحرك 20 خطوة، ثم يجعل القلم أعلى ثم يتحرك 20 خطوة أخرى، ثم يرجع مرة أخرى ليسأل السؤال هل الكائن لمس الحافة؟ إذا لمس الكائن الحافة فبهذا نكون انتهينا، وإذا لم يلمس عليه أن يتحرك ويرسم مرة أخرى لانتهاء التكرار. انتهينا من المراجعة والدرس اليوم، أراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.